وسهلا، اليوم سنتعرف على المقدمة الموسيقية مع غناء الكوبلي الأول لأغنية أهواك للفنان الكبير الراحل العندليب عبد الحليم حافظ. هذه الأغنية هي في مقام عجم على الفا، والعجم على الفا بهذا الشكل. والعجم على الفا يتكون فقط من السي بيمول كعلامة سوداء في السلم الموسيقي، فقط السي بيمول. الآن سنأخذ إيقاع سلو أو ما يقابل في الموسيقى الغربية من الإيقاعات بالاد على سرعة 84، ونعزف المقدمة الموسيقية مع غناء الكوبلي الأول، ثم نفصلها بالنوتة الحرفية البطيئة كالعادة. نكتفي بهذا القدر. سنبدأ من السولو الأول بالبيانو. فا فا مي مي دو دو لا غي غي دو دو لا لا فا 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 مي مي دو دو لا غي غي دو دو لا لا فا. ثم ندخل إلى الغناء. فا فا سول فا سول فا مي مي فا مي فا مي ري ري مي ري مي ري دو سي لا سي لا فا فا سول فا سول فا مي مي فا مي فا مي ري ري مي ري مي ري دو سي لا سي لا مي فا سول لا فا مي دو ري ري مي فا مي ري لا دو دو ري مي فا سول لا سول فا سول فا مي فا مي ري ري فا مي ري دي ري دو سي ري دو سي لا. طبعا نلاحظ واحد الملاحظة هنا، أننا عندما ننتهي ننتهي في الكرد على لا هنا، لأننا سنبدأ في المقطع الثاني، المقطع الثاني الذي يصبح لدينا حجاز كار على الله بكلمه كتمهيد الى حجاز كار، اي نعود بالكرد لنكون تمهيد له، لكن الموسيقى هي بهذا الشكل في البدايه كما قلنا عجم على الفا. فاتمنى لكم استفاده، وانتظروا ان شاء الله في حلقات اخرى. الى اللقاء.